اوكي، خلينا نحل السكاتر بلوت اكسرسايز في الداتا فيجواليزيشن. طيب، في هذا الاكسرسايز فعلا احنا حناخد نولج جديده على ريال وورد داتا سيت او ريال وورد سيناريو، تمام. طبعا احنا انا بشتغل مع ميجور كاندي بروديوسر، مصنع حلويات كبير معروف، تمام. And your goal is to write a report اللي ممكن هاي الشركة انه هي تستخدمه عشان تعمل design للنكست product، تمام. بعد ما بديت الريسيرش تبعي اكتشفت انه هذه الداتا سيت انه it's really very interesting، والنتائج تبعتها كانت هي عبارة عن نتائج لسيرفي لمجموعة من الأشخاص عن الفيفوريت كانديز اللي بيحبوها. هاي السيت اب اوكي. حمل الداتا سيت، انا في عندي الداتا سيت هذه اسمها كاندي، تمام. حملتها في داتا فريم اسمه كاندي داتا زي ما هو طالب مني، عشان هو هيصحح وبحكي لي انه استخدم الاي دي هو عباره عن الاندكس كولوم. ف بعد ما احمل الداتا سيت بدي استعرضها. ايش في عندي في الداتا سيت بالضبط؟ انا عندي هاي الاي دي، تمام. في عندي الكومبيتيتور نيم شوكليت فروتي كراميل، بين نوتي الموند نوغيت الى اخره، تمام. في كم كومبيتيتور انا عندي هنا؟ في عندي 100 جرام 3 موسكيتورز اير هيد الموند جوي وبيبي روث، تمام. هذه بتصنع شوكولاتة؟ نعم نعم. هذه لا، ما بتصنع الشوكولاتة، تمام. هي بتصنع كاندي لكن شوكولاتة لا، تمام. وهذه انه يس، الشوكولاتة هذه بتحتوي على فواكه فروتي، طبعا هذه البراند نو، هذه البراند نو. مين في عندي يس؟ الاير هيدز والبيبي، الاير هيدز بس، تمام. مين اللي بحط كراميل في الكاندي تبعته او بصنع حلويات فيها كراميل؟ فقط ال 100 جرام والبيبي روث الى اخره، تمام. هاي شغله انه هنا هذه الشوكولاته هل هي هارد ولا سوفت، تمام. هل هي بارز؟ عارفين كيف لما الشوكولاتة تكون لوح شوكولاتة، تمام؟ لوح شوكولاتة بار، ولا بتكون حبات، تمام؟ هنا نسبة السكر بالضبط، وهنا البرايس بيرسنت، وهنا الوين بيرسنت، تمام؟ هذه معلومات كتير مهمة للكومبيتيتورز. هنا شرح لي الاتريبيوتس هذه، الكومبيتيتور نيم، ذا نيم اوف ذا كاندي بار، والتسع كولومز الباقية، تمام، هي بتعبر عن ال بتعمل ديسكرايب للكاندي. يعني على سبيل المثال انه شوجر بيرسنت بتوضح كمية السكر اللي موضوع كنسبة مئوية طبعا من وزن الشوكولاتة، تمام. طيب، ايش طالب؟ اول which candy was most popular with survey respondent use the five rows of the data و answer the question below. مش على كل الداتا سيت، بس من الفايف روز اللي هي من الهيد تبعتي هذه. ايش السؤال؟ بحكي انه ايش البوبيلر بناء على السيرفي ريسبوندنت،
بناء على استجابة هذه إنه مين أكثر popular كانت. طبعا اللي إلها أعلى وين سكور اللي هي مين؟ Three Musketeers. تمام؟ كيف؟ كيف؟ أوكي. اسم الداتا كاندي. طبعا بكتب اسم الايش؟ بس من الهيد، يعني هو بحكي لي من الخمسة. تمام؟ وبعديها من الخمسة رجع لي صف كاثنين. كيف؟ مش لازم ايش؟ لا هي use the five rows of the data to answer the question below. هو قاصد من السؤال انه انا استكشف البيانات من بالنظر، بس انتم طلبتوا هذا الكلام بالكود. اوكي، فانا انا عملت كومنت لهنا، تمام، وبدي اعملها بالكود. فعشان هيك انا جبت من الهيد. ايش بدي اجيب؟ بدي اجيب الماكس لا الوين برايس. بعد ما اجيبه بنشوف ايش هي البراند. تمام؟ Which candy was more popular with the survey respondent؟ هذه ولا هذه؟ ال Three Musketeers ولا الجوي ألموند؟ أو الألموند جوي؟ فهو واضح إنه بشوف مين الأعلى. الألموند جوي قديش؟ 50، والماسكيترز 67. فبالتالي هي أكيد more popular. فهو فعليا أنا بجاوب بالنظر وبحط، لكن انتم بدكم اياه بالكود. فهي اوكي، عملت لها كومنت وبنجيبها بالكود. بتجيب اللي لها اعلى وين برايس، تمام، وبنجيب الاي دي تبعها. تمام، يبقى هنا بدي اجيب ال كيف. أنا بدي أتأكد منه هو زي هيك. وين برسنت، عفوا مش وين برايس، وين برسنت. تمام، اي دي ماكس. وممكن انه احنا نجيب اللوكيشن تبع هذا الكلام. لقيت احنا جبنا السجل اللي له اي دي ماكس اعلى، اللي له اعلى وين برايس. منه هذا ايش بنجيب؟ اسم البراند اللي هو الكومبيتيتور نيم. كيف؟ تمام. معقدة؟ كيف كتبتوها؟ ورجيني كيف كتبتيها. أنا كنت أجيب أوكي، فهمت. لقيت يعني ممكن أنا أحطها في دالة الماكس. الآن هنا من الداتا هيد كيف كمان مرة؟ ثلاث خطوات يعني. أوكي.
مين شايفة أسهل، هذه ولا هذيك؟ داتا سيت كلها. تمام مظبوط. بس انا ماخذ من الهيد، انا من الهيد مش من كل الداتا. انا هو فعليا الجواب السؤال بده انه بالنظر انه انا استكشف انه اشوف مين اعلى من هدول التو برانز واروح احط الجواب مباشره، بس انتم بدكم اياها بالكود فهي اتس اوكي يعني. طيب السؤال الثاني، which candy has the highest sugar content، الايرهيد ولا البيبي روث؟ بروح بتطلع هنا برجع مين اللي له اعلى، هذا 7 هذا 6 هذا 9 4 6 9 اللي هي الاير هيدز، ممكن نجيبها بنفس الطريقه. اعملكم اياها كومنت بالضبط. تمام نشوف دور السكر. شو دور السكر؟ Do people tend to prefer candies with high sugar؟ طبعا هذا الكلام حسب أذواق الناس، أنا مش حسب ذوق الشخصي. أنا لا، أنا بحب الشوكولاتة المرة، أنا بحب الشوكولاتة الحلوة. فبالتالي انه على اي اساس انه الناس جاوبت بدي انا اجيب هذا الكلام، فبدي اشوف انه شو البريفرنس تبع البيبول بالنسبه للشوكولاته، انه هل هي بتحتوي على سكر عالي ولا لا. فايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل سكاتر بلوت، كرييت ا سكاتر بلوت، بتورجي مدام ريليشن شيب يبقى بستخدم واحدة من البلوتس تبعت الريليشن شيبس واللي مناسبة لهذا المجال اللي هي السكاتر بلوت، بين مين ومين؟ الشوكر بيرسنت بين ال في ال في في ال هوريزونتال في الاكس، والوين بيرسنت للواي. تمام؟ هنا بحكي لي انه ما تزيد، ما تحط الريجريشن لاين، لانه هذا احنا حنسويه في الخطوة الجاية. لانه في الريجريشن لاين احنا ايش بدنا نقول؟ انه هل كل ما زاد السكر زاد الوين بيرسنت؟ زاد البريفرنس؟ تمام؟ فالسكاتر بلوت بنحدد الفيجر، انا عندي زي هيك 16 و6، بحط العرض اللي انا بدي اياه، تمام؟ وبحط الارتفاع اللي بدي اياه، هدول الكلام يعني حط الارقام اللي بدك اياها، مش حيدق عليها في الكوركشن، انه هو بيطلع على الريفرنس تبع البلوت. بعديها سكاتر بلوت ايش بدي له؟ الاكس والواي. طبعا هنا لما نأدي له اسماء الاعمده مباشره لازم احط داتا بتساوي بالضبط. اذا ما حطيتش داتا بدي احط داتا دوت شوكر بيرسنت و داتا كاندي داتا دوت وين بيرسنت. خلينا نشوف شو العلاقه. ما فيش علاقه، صعب تفسيره هذا. Thank you.
طيب نشوف هنا هذا التوزيع قديش عندي؟ 1 2 3 4 5 تمام. طبعا هنا لما كان السكر على سبيل المثال انه اقل من البوينت 1 انا في عندي 4 بريفرنسز بنسب مختلفة. نقارن هذا الكلام لما يكون انا عندي مثلا البوينت 6، شايفين قديش النقاط اكثر. وهنا على سبيل المثال عند البوينت 1 لو بدي اطلع عند البوينت 1 تحديدا قديش؟ واحدة بس. طب لو بدي اطلع مثلا البوينت 8 تنتين. معنى ذلك انا ايش بجي بطلع؟ بطلع في الاكستريمز اللي هي انه عند المنطقة هذه بلاقي انه قليل من الناس اللي بتفضل انه سكرها خفيف جدا 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 او بدون سكر. وفي نفس الوقت انه نسبة السكر عارفين ايش معنات انه واحد؟ هذه درجة مئوية، درجة نسبة مئوية. يعني الشوكولاتة كلها سكر، يعني في الشوكولاتة تمام؟ هي بالمناسبة مش كل الشوكولاتات، يعني هي كاندي حلويات تمام؟ فهذه حلوى فيها سكر انه قديش اللي بفضلوها انه نادر زي هيك تمام؟ الآن كل ما تقل النسبة انه هي بتكتر، في انا عندي بريفرنس عند النسبة هذه اللي هي مش عند البوينت 8، اقل عند اقل حتى اكثر من البوينت 7، وهنا وهنا ففي توزيع. يعني بقدرش اقول انه في علاقة، ولكن انا بقول انه عند الاكستريمز بالضبط في قليل من الناس. طيب بارت بي، does the scatter plot show a strong correlation between the two variables؟ if so بالضبط. عشان نتأكد من هذا الكلام ايش بدنا نروح نعمل؟ بدنا نعمل بالضبط ريجبلوت لنفس الكلام عشان احنا نتأكد من هذا الكلام. فبنرسمه افقي ولا مش افقي، في علاقة ولا ما فيش علاقة، في correlation ولا ما فيش correlation، ما فيش بالضبط، خفيف طفيف جدا جدا تمام. طبعا هذه طريقة تانية لرسم الريجي بلوت، انه انا عندي هنا حطيت داتا بتساوي، هنا كتبت اسم البيانات بس انه مجرد طريقة تانية في الرسم، وهنا حددت انه default size. part b according to the plot above، بناء على الرسمة اللي فوق، is there a slight correlation between wind percent and sugar percent؟ slight مقبولة تمام. طيب بناء على slight correlation ايش بتفضل الناس؟ هل هذا طالع هيك ولا نازل هيك؟ طالع طلعات طفيفة، فبالتالي نقدر نقول انه سلايد بريفرنس لسكر اكثر للحلويات. نقول لك هو مش حلويات، لازم يكون فيها، لازم تكون حلوه. نيجي الان بالنسبه للشوكولاته، زي واحد بيجي بيقول لك انا بدي فلفل بس ما بحرقش. ليش تاكل فلفل؟ طيب كل خيار بدل هيك. طيب بدنا نعمل سكاتر بلوت عشان نوجد العلاقة بين البرايس بيرسنت والوين بيرسنت تمام. وبدي استخدم الكالر عفوا الشوكليت عشان احنا نلون النقاط هذه. وبرضه بركز علي مرة تانية ما تستخدم اللاين بلوت. لو رجعت هنا الشوكليت هذه عبارة عن تو كاتيجوري زي السموك يس ونو، فبالتالي انه هنا مدفع ان انا الون عليه. نعمل هذا البلوت هنا، لازم اعمل انكومنت لهذه واكبر الرسمة.
ايش شايفين في الرسمة هذه؟ هذه بين ايش وايش كمان مرة؟ السعر والوين برسنت والإضافة إلى نعم ايش أول شغلة نقدر نستنتجها من هنا؟ كل ما كان في شوكولاتة كل ما زاد السعر لأنه طبيعي التكلفة بتزيد شو كمان؟ كيف؟ ليش الربح بيزيد؟ مش الربح السعر قصدك انت قصدك في الربح اللي هو الوين برسنت اوكي هذا الوين برسنت اللي هي البريفرنس اوكي يعني انه هي لها افضليه اكثر معنى ذلك انه لو بدي اجي اطلع على اليس والنو على هذا فبنطلع بالقاعده الاولى او الاستنتاج الاول ايش هو انه كل ما كان في فيها شوكولاته السعر بيزيد اكثر تمام وكل ما كان في شوكولاته ايش بيكون انه بيكون في لها بريفرنس اكثر بتكون مفضله اكثر تمام فسهل تفسير هذا البلوت نشوف كمان ال create the same في الستيب السابقه تمام وهنا بدي اعمل تو ريجريشن لاين واحد لليس وواحد للنو بدنا نشوف الكلام اللي احنا استنتجناه هذا هل هو مظبوط ولا لا ايش استنتجنا كل ما زادت كل ما كان في شوكولاته اكثر كل ما زاد السعر كل ما كان في شوكولاته بيزيد البريفرنس بالضبط نعم يبقى هنا لما كان يس ايوه السهم او عفوا اللاين طالع لفوق تمام صحيح طيب بارت بي ايش الكونكلوجن كل ما زاد حكينا كل ما زاد الشوكولاته بيزيد البريفرنس وبيزيد السعر طيب everybody loves chocolate بدنا نرسم كاتيجوريكال سكاتر بلوت بيعمل هايلايت او بوضح العلاقه بين الشوكولاتة والوين برسنت الشوكولاتة طبعا يس ونو فعشان هيك سكتر بلوت هذا راح يكون سوارم بلوت تمام حط الشوكولاتة في الاكس والوين برسنت في الواي فبالتالي سوارم بلوت بديله الاكس والواي والديتا هاي نعمل تشيك واضح تماما انه كل ما كان يس كان في بريفرنس اكثر طبيعه الحال طبعا الديستريبيوشن بهذا الشكل بالنسبه للبريفرنس بتكون بسبب اشياء ثانيه مثلا على سبيل المثال انه هذه هل فيها
مكسرات أو لا، أو فيها فواكه أو لا، يعني زيك، أو نسبة السكر أو أي شغلة تانية. نعم. طيب، you decide to dedicate a section of the report to the fact that the chocolate candy tend to be more popular than candy without chocolate. Which plot more appropriate to tell the story؟ ستة ولا سبعة؟ أي بلوت بخبر أو بحكي لنا إنه الكاندي بالشوكولاتة انه اكثر بوبيلار من الكاندي اللي بدون شوكولاتة؟ نعم، انه هذه واضح انه هي مور بوبيلار، انه وين بيرسنت. تمام، كذلك برضه هذا بيوضح. الشغلات هذه ما فيش فيها صح وغلط، فعشان هيك مش حاطط فيها تشيك، لكن يعني بمعنى آخر إنه ممكن ستة وممكن سبعة إنه هو ينفع بالضبط.